يعني الشيخ تميم بنفسه بيلبس ميسي افضل لاعب في العالم المتوج بالبطوله لحظه كلها منتظرا، بيلبسه البشت اللي هو بيمثل يعني بيمثل التراث العربي. وشفنا اللقطه اهم لحظه، شايفين اللحظه يعني حاجه جميله جدا وحصلت في كل حته في العالم. يوم الاعلام الغربي، يوم الاعلام الغربي بقى ياخد الموضوع كده عادي ولا يهاجمه؟ لا هاجمه، يقول لك ازاي ان هو يعمل كده في التوقيت ده، كان المفروض ان هو الكلام ده ما يحصلش. تعالوا اوريكم بقى الدبل ستاندردز، واوريكم يعني المعايير المزدوجه، ان الكلام ده لما حصل قبل كده في دول اخرى الاعلام الغربي كان على كيفه قوي، وان مفيش اي حاجه حصل. ده الهجوم طبعا، ده جاري لينيكر، يعني ايه جاري لينيكر وبابلو زاباليتا طبعا نجم منتخب الارجنتيني، اسلام 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 سلامز فيفا فور ميكينج ميسي وير ليتل روب. هو مش ليتل روب يا عم، يعني جهل كبير جدا ديورينج وورلد كاب طبعا تروفي برزنتيشن. ده طبعا جاري لينيكر، واحد من اهم المهاجمين في تاريخ المنتخب الانجليزي والمقدم والبرامج الشهير في البي بي سي، ولكن مع احترامي الكبير ليه عنده دبل ستاندرز يا ابو عبدون، صح؟ الراجل عنده معايير مزدوجه كبيره جدا. الناحيه الثانيه اهو الراجل بيلي سنه 70 في المكسيك لما لبس الهات المكسيكيه الشهيره ونادال، ونادال لبسها طبعا في بطوله اكابولكو في فبراير. مفيش اي حد اتكلم يا عبدونا، مفيش اي حد. بص دي مارادونا هو برضو ليه ما اتكلمتوش يا جماعه؟ اشمعنى لما العرب عملوا حاجه بتمثل تراثهم اشمعنى زعلتوا قوي؟ يعني يعني بالتالي دي بتكمل حمله النادال اهو معانا دي في 2013، وبعد كده تاني لما كسب البطوله دي تاني في 2022 لبس برده نفس الهات المكسيكي كرم جابر في اليونان. فقصدي ان ده تقليد وجزء من الغار، اكليل الغار الاغريقي بتاع المحاربين الاغريق. ده بيمثل، انت عارف الموضوع البشت ده بيمثل ايه يا عبدون؟ قريت عنه عشان الساده المشاهدين برده يعرف ان زمان الملوك العرب لما كان بيجي قائد جيش منتصر في معركة أو يعني أو في حاجة، كان الملك تكريما لي كان بيهديه البشت بتاعه هو الشخصي بالزبط. فقصة فيها يعني تشريف كبير جدا للأسف. وعلى فكرة يعني الغرب يعني في أي حاجة هم بيعرفوا يعملوا ريسيرش كويس قوي، إنما في حاجة زي دي. اللذيذ بقى أنت عارف يا ميدو إن البوست بتاعت ميسي اللي هو لابس فيها البشت بكأس العالم لغايه قبل ما نطلع على الهوا كانت عامله 50 مليون لايك، ودي بقت اكتر بوست عليها لايكس. فدي برضو من اقوى الحاجات التسويقيه اللي قطر عملتها، ان انت اكتر بوست جابت لايكس على انستغرام في التاريخ كانت البوست بتاعه ميسي باحتفالا بكاس العالم وهو لابس وعلى فكره وده مش جديد يا عبدون، يعني بص ده تقليد يعني صح. انا عايز اوريكم نجوم عالميين كتار. ده طبعا هنا في الكويت بنزيما، ده كريم بنزيما، انيستا برضو نفس الكلام في احدى البطولات الوديه، زيزو لابس برضو البشت. يعني ده تقليد موجود من فتره. فيجو دي حاجه يعني تشريف، يعني حاجه سالجادو، توتي، فرانشيسكو توتي، كل ده برضو كريم بنزيما. فانا يا جماعه بصراحه معايير مزدوجه من الاعلام الغربي، معايير مزدوجه على اعلى مستوى، ومعايير مزدوجه خلي بالكم كمان مفضوحه منذ بدايه البطوله. لكن الحمد لله ربنا نصر العرب. وانا اكتر حاجه مبسوط منها في البطوله دي هو ان العرب اتحدوا، حطوا ايديهم في ايدين بعض. الكرة هي اللي عملت كده ميدو، الكرة قدرت ان هي تلم فعلا العرب. وزي ما حتى لو خدت بالك اعلانات قطر كلها كانت بتقول فوتبول يونايتس بيبل، معظم العرب ومعظم المصريين كانوا بيشجعوا السعوديه وكانوا بيشجعوا المغرب، كان في التفاف على مستوى حوالين منتخب المغرب. على مستوى القاده السياسيه شايفين سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبعا الشيخ حمد والشيخ تميم، ووراهم ولي العهد السعودي طبعا محمد بن سلمان، والناس كلها ايديها في ايدين الملك عبد الله، كل الناس، التغريدات
كلها طبعا بالدعم الأمير حمدان بن محمد ولي عهد دبي، كل الناس بتبارك، كل الناس بتدعم. وأتمنى أن كأس العالم ده يكون وصل، أتمنى تاني، أتمنى أن يكون أن كأس العالم ده يكون رسخ الفكرة بتاعت أن احنا قوتنا في أن احنا نبقى متحدين، قوتنا في أن احنا نبقى متحدين ونبني على إيجابيات البطولة دي، ما نخليش الناس تخش تدخلنا في مشاكل ما بيننا وما بين ما بين بعض ما بين بعض تاني. أرجوكم.